يا حياكم الله في سلسلة بارك لايف، ويلكم باك. الحلقة أبدأ فيها على طول في المواني، ما بقى المواني تطول، لأن أنا استكشفت أن حاليا ما عندي زحمة فعلا، لكن بتستوي عندي زحمة في القريب العاجل. أوكي، استوت عندي زحمة غير مسيطر عليها، أنا راح أتوهق. فأبى من البداية شو أسوي؟ الشوارع لها الشارع الأساسي مالنا مدة نفس ما هو، ما بنحطها دوار عيل، حتى دوار العود. بيكون عندي شارع أساسي مر المدن كامل ويتشابك في بعضه بشكل دائري. أبى أوفر مسار الزحمة من الحين، ومن هني أوكي بيكون كان ممتاز. فبالبداية أبى أبدأ في شو؟ في المينا من البداية، ما بقعد أطفر بعمري وما أدري شو أسوي وأخترع. هذا نفق، هذا النفق، وفي الشارع. عشان قلت لكم يا نفق ماينس 12 بيكون كل الشوارع، اذا تذكرت طبعا ماينس شو 12 طالعين لمنو؟ بقلب الصناعية، بما معناه ان هالشارع كامل لازم نسوي له ابجريد، لانه بيتحمل الضغط، لأنه ما بيتحمل الضغط الخرافي اللي بيه، مستحيل يتحمل الضغط اللي بيه. شو بسوي؟ بكنسل المشروع اللي هني كان. Whatever I have here I have to move. إنزين، هذا بهدمه ما عندي مشكلة. سوري يعني، لكن لازم تروح أنت. تونا في بداية اللعبة يعني، ما مدالكم سوولي فيها، انا ما اقدر اطلع مهني يعني، ما مدانا يعني، ما استوى لنا شيء. انت بعد قم مش هذا، لا بس هذا الشارع الاساسي، فلازم اسوي، لازم اقعد اهدم العالم كله لين اطلعهم برا. يغذي المدينة كامل، ما اقدر ادمر هذا، دمرته انا قاعد ادمر نص المدينة. وين الست درينات؟ بالطريق هاي برد السوس مرة ثانية. لحظة برد السوس، المشكلة خلي يسوي زحمة شوي على الشارع، بس محتاجين نحن حاليا اندستريال ريسبيرتري، لازم هني المينا. الحين المينا بيكون هني، هاي أمور طيبة. الآن حطيه من ورا هذا نطوفه. المينا طبعا بيتضمنها شو؟ المينا مكسر، والله جميل انت، لكن سوري مش وقتك. المواني بنحطيها من البداية على عندي نايس عندي جدران اخيرا، بس ما بهاي اشوف سوالف مهجورة. اوكي بنسوي المصنع المهجور، نبغى نسوي المينا بطريقة افضل ما يكون. المينا شيء مهم،
ببرش حيت كان عندي برش مربع وين صار ببرش الطريقة هاي زين ونبقى وين صار ارجع لي يا حبيبي نبغى هذا بشوف اذا المينا يركب عليها لان انا مش متاكد ان المينا راح يركب عليه بس ما وعدكم شيء لكن نحاول نسوي المينا بالطريقه هاي هني زين الارض مش سيده صح مو مشكله عادي وين البوينتس مال الأرض نرفع من هني شوي ننزل من هني شوي هني نرفع هذا من هالاتجاه حبة شبه متساوي بس في أحسن أوكي إذا نحط المينا هني جيج تعرفون شو جيج قديم نبغى أول شي كارغو بس مش بختار سوري أخص قلتلكم مش متأكد شفتوا كيف الحين كنت عارف بس على الأقل شفنا المحاولة قدامنا هاربر اوريدي اوكيبايد خلاص عيل بنمشي على الديزاين المربع تعرفون الديزاين المربع الاوريجينال مالنا اصلا هو الديزاين اللي يمشي بس انه يكون مينا يعني انه يكون مينا بمعنى كلمة مينا زين كيف يكون مينا بمعنى كلمة مينا الحين هاي أماكن ممكن تكون مينا كيف أنا بقولكم إذا ضبط أنا لازم أجرب أفكار جديدة خلاص أفكار جديدة مستهلكة ونحن نبقى نسوي سيستم بارك لايف ما نبقى نزعل بارك لايف نسوي مينا تعبون لا نبقى نسوي مينا مثل عالم الناس انا احس ان اللي في الوسط كان لازم يكون شوي اكبر مو بسيدة بس زين هلا داخل انا بعد رام عليكم بس قولوا ان شاء الله يمشي مع الروت انا ابو مينا كيف انا بخبركم في هنا شيء اخترب لا نايس كان المواني طبعا انا مش سيده مش اوكي فشو بسوي خلي سيدة غصب اللي ما يستوي أيوة شو موضوعك تعال نبغى المينا يركب هنا الحين هدفنا أن المينا يركب بس أتصور أنه المفروض يركب دام أنه أخذ سيدة خلاص صار الوصلة بتقولون كل هذا حق مينا هي كل هذا حق مينا لازم يكون مش مرتب اكثر من مرتب
بس جيج ها استوى وحبيبي استوى. ممكن احط فيه مال بختار بعد. ايوه هذا رمح احط هني مال بختار بخليه حق هني، هذا بخليه حق العادي بالضبط. حطه هني شوف هني بعد يمشي مال بختار اكثر من مينا يمشي. حط مينا رقم واحد والهاربر بنحطي مرة ورا المينا خمس سنين. على فكرة بتستوي زحمة هنا، أنا ما أقول لكم بتستوي زحمة، إنزين بتستوي زحمة محترمة بعد. بس 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 إن شاء الله إن شاء الله يعني نوعا ما أتمنى أدعي حاليا دعاء. انها يكون ابغى افصل هذا عن هذا، ابغى ياخذون يوتيرن هني ولا اللي يلف يلف هني. بس بنسوي زحمة بنسوي صح، اجباري نسوي زحمة. بشوف كيف الوضع يمشي، عقبه قابل للتعديل مش قابل، بس بنشوف كيف يمشي الحين. خلينا نسمعهم في شيء غلط. ليش مرتفع عن الأرض؟ بفصلهم بنفصلهم عن بعض. كهرباء وصلت اوكي ممتاز، كهرباء وصلت. لا مينا محترم، هذا مينا مرتب بيكون قابل للتوسعة قابل للأموال. اي خط قطاري كذا يذاك اي الناس يحاولون هني. نبى مطافي ارجنت، المنطقة اصلا ما فيها مطافي، اصلا ما عندي فلوس حق مطافي. لما اعرف كم هاي يكلفوني اصلا 1600 1900 شيء خرافي يعني. بس الناس بتبدا تي خلاص الزونق عندنا بيكون شغال. هني ابغى زحمه، ابغى زحمه زحمه بالخاطر. هني هني مكان زحمه، هني مكانه الزحمه. حطينا شركات هني، الشركات سوري هاي شركات هني، ونبقى كم شركه بين البيوت والناس. بس هاي اللي يبون تعليم عالي فما بنحط وايد، بنحط الناس. كنت بفكر في المنطقة من فترة براية بنحط ايام هني، نبى الناس تحول عندنا ونبى نغطي التكاليف والامور. لا احد يستعمل هالمكان. هاي ال يستاهلون ضرب على الشير هذا على الموب. رافع ضغطي للنترة. شوف الشارع كله شو اسمه شير، شو السالفة؟ عسى ما شر. خلنا نمسح. ها في تريد ريد تول عندي توي ذكرته والله ناسنه من الصبح. سهل الضرب على الشير هذا اللي مو له داعي. ابي يتم يطفر بي الموب بطريقة هاي بكره عيشتي انا. وين ما بحط اشارة بيطلع لي شير في النص. انزين اكيد زحمة
اكيد بستوي زحمة هني. اوريدي ترانسبورتنج نايس نايس. بس الحين سؤالي وكالتالي، هي غير الشرع اللي تحت، ما اعرف ايرور اي مود، بتشوف عقب بكمل حلقة عقب. نغير النفق لين 120، هني 80، بعدين 60. حط إلى مركز شرطة، ما عندي فلوس أصلا حتى إلى مركز شرطة. نبى في الواجهة ولا مقابل الماء والكهرباء؟ شو حط كم شركة؟ حط دكاكين، في ناس نازلة هني ما بهم يموتون عطش، حط لهم دكاكين. أوكي لا بستوي عندنا حركة طيبة. طبعا كالعادة لازم تشوف المواصلات مالنا وينها. وين الباص؟ هذا هني لازم يرجع فوق. خلاص خليه يروح يصب ثاني، مشكلة تم هذا، لا يطلبون وايد مني هذا. والناس اهم من شو اسمه اصلا، اشوف الناس اللي توقف اهم من هاي الماشي، بعدين يقدرون يمشون صوب ثاني مش قضية يعني، بيموتون يعني أنا بيمشون. سيب لنا شوي دكاكين. لازم مادة صناعية بس مش الحين، يمكن الحلقة الجاية، يمكن الحلقة الجاية. لأن الحين الوارد والصادر ما ينمس من طريق الأرض، ينمس من طريق شو الجو بعد في نفس الوقت، لأن عندنا ميناء. هذا very simple ميناء على فكرة، الميناء هذا وايد بسيط، مش شيء معقد ولا شيء مش ممكن الحصول عليه، لا عادي ممكن نحصل عليه بكل سهولة. شوفوا طلعنا، طبعا طلعنا شوي، والمطافي هنا يسوي شغل، شكرا لهم المطافي، شكرا لهم، شكرا جزيلا. ما عندي فلوس حتى احط شارع يا حبيبي، يا حبيبي ابغى احط اندستري زيادة. عندي ماينس ماينس 900، اوكي ماينس 900 دام حق مو مشكلة، ماينس 900 عادي، لان اللي محتاج الحين كله شو فعليا الصناعة، هذا النفق عادي برايه، خلي على النفق ما عندي مشكلة، بس شوي انه يغطي الاحتياج يزيد، وبيزيد معه شو الانكم مالي. كل درهم بداية اللعبة يفرق، كل درهم لا تقول في درهم يفرق ودرهم ما يفرق ودرهم لا يفرق، يفرق وايد. بعد هاي يمكن نبدأ نشتغل في منطقة صناعية ثانية اوريدي يعني، او نمدد هاي ما اعرف بالضبط وين امددها، بس في وايد افكار عندي حاليا، ممكن احطيها وايد اماكن، توسع نفس المكان، ممكن في وايد اختيارات. I know you guys need more water يعني، بس ما عندي فلوس. كم يبالي؟ 23,000. عندك قالون 200,000، وبنحطي محطة ماي. نجاب لنها نوصل محطة الماي بيب، بما انهم تحت شركة واحدة اتصور بيحتاجون شيء نفس هذا، ممرين مش ممر واحد، بعد شركة واحدة مفروض انهم شركة واحدة. هاي كانت حلقة اليوم، المينا وبنينا المينا وسوينا ديزاين جيد نسبيا، واستوت عندنا مشاكل زبالة زيادة كالعادة، ما احب مشاكل الزبالة. فبنشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية على خير، بشوف افكاركم وبشوف كل شيء تبونه بالسلسلة، ولا شو الشغلات اللي ممكن
نسويها. أنا بس أسوي الحين ميزانية بين الصناعة والناس، ببدأ أسوي المناطق اللي هي شوم البارك لايف، بنبدأ نسوي الكورنيش. بنشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، على خير.